ونبقى مع الاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية واحتفال سكان إقليم البحيرة بحضور حاكم إقليم البحيرة عثمان كلي آدم والمسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين. عبد الرحمن رحمة وهذا التقرير. إن الأول من ديسمبر 1990 الأول من ديسمبر 2017 تطفع البلاد شمع الذكرى الحرية والديمقراطية 27. وبهذه المناسبة التاريخية المجيدة فقد اصطف في الصباح الباكر سكان مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة لإحياء هذه الذكرى التاريخية، وعلى رأسهم الأمين العام للإقليم عثمان كلي آدم ممثلا للحاكم، حاملين شعارات ويافتات مسطر فيها إبارات الحرية التي جاء بها صانع الحرية والديمقراطية إدريس ديبي إتنو بعد أن عاش الشعب التشادي في ويلات الدكتاتورية لدى النظام السابق، حيث استهلت هذه المناسبة برفع برقليتين أولاها لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي قدم للشعب التشادي الغالي والنفيس في صنع الحرية والديمقراطية التي لا تقدر بثمن. أما البرقية الثانية فقد قدمت لرجال الأمن والدفاع والأبطال الأحرار في العام 1990 بعد أن ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم النبيلة لجلب الحرية والديمقراطية وفقا لتوجيهات وأزيمة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. ومن ثم فقد أخذ الحديث الأمين العام لإقليم البحيرة عثمان كلي آدم، والذي أعطى لمحة تاريخية عن بوادر الحرية التي جاء بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، والتي أنعم من خلالها كافة أطياف المجتمع التشادي بالعيش في حرية مطلقة بعيدة عن الدكتاتورية. وقد اختتمت المناسبة بعرض عسكري شمل جميع الوحدات العسكرية، الشرطة الوطنية، الدرك الوطني، الرحل وبقية المدارس وأصحاب الجيات، فضلا عن المؤسسات الأخرى. وإلى مدينة أنغوري والاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية. حسن جدا. الكل يحتفل حسب طريقته بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية، كما أن للكل واجهة خاصة للتعبير عن بهجته وسروره بها. فأبناء مدينة أنغوري حضرة مقاطعة وهي أحيوا هذه الذكرى بالرقصات الشعبية والتراثية التي تتميز بها المنطقة. حيث سادت الفرحة والابتسامة وجوه هؤلاء المناضلين الذين توفدوا من كل المحافظات والكنتونات والقرى المجاورة للمدينة، وتلاميذ المدارس الابتدائية وطلاب المؤسسات العامة والخاصة. باختصار سكان مقاطعة وعي خرجوا عن بكرة أبيهم. فبعد كلمة اللجنة التنظيمية التي ألقاها عمدة مدينة أنغوري، أشار محافظ مقاطعة وعي كوتي يوسوبو إلى أن الحرية والديمقراطية اللتان تنعم بهما البلاد، هناك أناس واجهوا الصعاب من أجلها وحاربوا النظام السابق الذي وصفه من حضروه بالديكتاتوري، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. كما عدد المحافظ إنجازات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في الصعيد الداخلي والخارجي، كما دعا الجميع إلى الوحدة والتضامن كرجل واحد لمساندة صانع السلام والتقدم إدريس ديبي إتنو. لم تكتفي احتفالية أبناء أنغوري على هذا فقط، بل كانت الفرصة سانحة ليتبادلوا أطراف الحديث فيما بينهم في معدوبة عشاء نظمت من قبل اللجنة التنظيمية على شرف الحضور. شارك فيها كل القيادات الإدارية والعسكرية بالمنطقة. مدينة موندو أيضا احتفلت كغيرها من مدن البلاد وسط حضور حاكم إقليم لوغون الغربي محمد شريف دوسة وعدد من السلطات الإدارية والعسكرية. محمود مزلفيل. شهد ميدان الاستقلال لمدينة موندو حاضرة إقليم لوغون الغربي المناسبة الرسمية للاحتفال بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية وسط حضور كبير من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وسكان مدينة موندو. وقد ترأس المناسبة الاحتفالية حاكم إقليم لوغون الغربي محمد شريف دوسة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين والسلطات التقليدية، حيث استهلت المناسبة بوضع إقليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحرية والديمقراطية. هذا وفي نهاية المناسبة تم عرض عسكري ومدني شاركت فيه الوحدات المختلفة للجيش الوطني والشرطة الوطنية، بالإضافة إلى تلاميذ المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بالمنطقة، علما بأن مدينة موندو حاضرة إقليم لوغون الغربي هي مدينة اقتصادية لجمهورية تشاد.
كما وصلتنا برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية من مكتب السودان الحركة الوطنية الإنقاذ مكتب السودان الأمانة العامة بمناسبة الذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية. يتقدم مكتب الحركة الوطنية الإنقاذ بالسودان بأجمل التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وشعبه وحكومته، متمنين لهم دوام الصحة والعافية. كما نهنئ مناضلين ومناضلات الحركة الوطنية الإنقاذ أينما كانوا، وخالص الدعوات إلى الرفاق البواسل الذين استشهدوا من أجل الحرية والديمقراطية، فكانوا شموعا احترقوا وأضاءوا لنا الطريق. في الختام سائلين الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء. الأمين العام للحركة الوطنية الإنقاذ مكتب السودان حوا آدم تجو. أيضا الجالية التشادية بدولة الإمارات العربية المتحدة برقية تهنئة بمناسبة العيد 27 للحرية والديمقراطية، تحية طيبة وبعد ببالغ الاعتزاز يطيب لي أن أتقدم لكم باسمي وباسم كافة الجالية التشادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بخالص التهاني بمناسبة حلول العيد 27 للحرية والديمقراطية، وننتهز هذه الفرصة لنصلي سويا من أجل الوحدة والسلام والاستقرار لبلدنا الغالي الذي أصبح واحة للسلام. وعلى الرغم من عدم الاستقرار الذي يحيطه من كافة الجهات، رئيس الجالية التشادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشارة لقمة.